إذا لم تأتي في قلوبنا التغير بسبب العلم فنحن لا نتعلم العلم الحقيقي. نتعلم الفنون، نتعلم المعلومات، شتان بين العلم وبين المعلومات. كثير من الناس ألفوا كتبا، هم صاروا بارعين وماهرين في اللغة أكثر منا. كان تلميذ درس في إحدى الجامعات في الهند، فاز من خلال 1000 طلاب، من خلال 1000 طلاب، ولكن مع الأسف ما كان عنده فكر للدين وما كان عنده إصلاح. ثم لما تخرج من الجامعة مع الأسف هو ضيع استعداده في ترجمة الأغاني من الهند إلى العربي بسبب المهارة بالعربي. إيش فعل بالعربي؟ يعني جلس تعلم. أنت تأخذ وقت طويل، ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فهو مضروب، لم يضرب لم يضرب، لا يضرب لا يضرب، لن يضرب لن يضرب، الأمر منه يضرب والنهي منه لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب ومضربة ومضراب، نفعل التفضيل منه أضرب، والمؤنث منه ضربة، والتثنية منه ما أضربان وضربيان، والجمع منه ما أضربون وأضارب وضربيات. يا رب، كل هذه لترجمة الأغاني. جلست فارقت أهلك، اكتفيت على ما أطعموك وابتعدت عن أهلك لتعلم هذه الأشياء.